هناك فتوى بتحريم دفع زيادة على مقايضة الذهب القديم بالجديد واعتبار ذلك ربا الفضل، ولكن هناك كلام من تجار الذهب مفاده أنهم ينفقون أموالا في طلاء الذهب القديم حتى يصبح ناصعا مثل الجديد، كما أنهم يبذلون جهدا في تصنيعه، فكيف تفسير هذه الشبهة؟ بكل حال ما يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم، ولا الذهب الجديد بالجديد، ولا الذهب القديم بالقديم، كله ما يجوز إلا يدا بيد مثلا مثل، سواء بسواء، لا بد يكون هذا مثل هذا، وزنا بوزن مثلا مثل. أما يكون هذا أغلى أو أنفس أو هذا دون ذلك ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الفرق، قال الذهب بالذهب ربا مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. وهكذا الفضة مثلا بسواء، معلوم أن لا بد لها من خلط، خصوص الفضة يمسكها ويقيمها، وقد يبتلى الذهب بشيء من غش اليسير. فالحاصل أن الذهب الذهب مطلقة لا بد يكون مثلا مثل، سواء بسواء يدا بيد، فلا يباع هذا بهذا وزيادة، وربا يباع جنيه بجنيه وزيادة درهم ودرهمين، لا لا بد يباع هذا بهذا يدا بيد مثلا مثل، أو يباع بسلعة أخرى، كان يباع الذهب بالفضة بالورق، يباع بالتمر بالرز بالشاي بالسكر، ما يخالف. أما ذهب بذهب لا بد فيه من التساوي والتقابض، وهكذا الفضة وهكذا الرز. غير شيخ جديد وعنده بديل يا أخي، لا بأس، لكن مثل مثل سواء بسواء، إذا سمح صاحب الطيب أن يعطيه مثل سواء بسواء، وإلا فليبيع بشيء آخر، يبيع بشيء آخر غير الذهب، بالفضة، بالورق، الطعام، الملابس، السيارات، شيء آخر يعني، حتى لا يقع